شيبان، لك بأن تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات وما يحصل في لبنان. نعم، يعني بعد أن أصدر مكتب السيد علي السيستاني بيانا بخصوص الأوضاع في لبنان مما يتعرض له من قصف ممنهج على يد الكيان الصهيوني، هذا البيان اليوم حرك جميع الجهات الحكومية وأيضا الشعبية. هناك استنفار حكومي حول تقديم الخدمات والمساعدة الذي طالب بها البيان مكتب السيد علي السيستاني. يعني هناك اليوم يعني كثير من الاستنفارات الخدمية وأيضا الطبية سوف تقدم، ومد جسر بين العراق ولبنان لتقديم الخدمات أيضا الطبية والمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يعني اليوم دور الحكومة جدا مهم. يعني اليوم أول حكومة عراقية أو أول دولة عربية تساهم في المساعدات ونقل المساعدات إلى الشعب اللبناني. شاهدنا بالآونة الأخيرة ما يفعله الكيان الصهيوني جراء هذه المحافظة أو المدينة التي في جنوب لبنان، هذه المحافظة التي تأثرت بالقصف وهناك عملية هجرة جماعية. لكن اليوم دور العراق ربما سوف يواسي ما يتعرض له الشعب اللبناني. قبل أيام وقبل 3 أيام كانت هناك مساعدات من الحشد الشعبي والهلال الأحمر بإرسال أطنان من المواد الطبية إلى لبنان، بالتالي هذه المساعدات هي وصلت إلى لبنان. نعم. يعني جراء الحادثة الأخيرة لأجهزة البيجر. الدور العراق مهم، وأيضا اليوم هناك يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هناك يعني تغريدات من قبل ناشطين وإعلاميين يدعون إلى حملة كبيرة من أجل نصرة لبنان ومن أجل نصرة أيضا فلسطين، ليس فقط لبنان. هناك حملات اليوم سوف تشهدها المدن العراقية والمحافظات العراقية لتقديم الخدمات للشعب اللبناني. شيبان، كشعب عراقي شلون شاهدت يعني ردة فعل الشعب العراقي وتفاعل مع فتوى المرجعية؟ نعم، هناك تفاعل جدا كبير من قبل الشارع العراقي اليوم. يعني كما تعلم فتوى المرجعية في عام 2014 كانت جميع المحافظات هبت أثر هذه الفتوى، واليوم عندما صدرت المرجعية هذا البيان هناك تفاعل جدا كبير من قبل الشارع العراقي، وأيضا هناك اليوم يعني استعدادات جدا كبيرة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني. كما ذكرت وأنه هناك اليوم يعني جميع الناشطين وجميع الإعلاميين هي اليوم تغرد وتنشر منشورات بأن على جميع الشعب العراقي أن يتكاتف مع الشعب اللبناني، بالإضافة إلى تغريدة السيد حسن نصر الله بأنه شكر دور المرجعية مما تقدمه من مساعدات إلى لبنان.